نبدأ بقى يا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كنا المرة اللي فاتت لو تفتكروا نهينا المحاضرة بتاعتنا بالجزء بتاع الاكزاكت. ان شاء الله النهاردة هنخلص باقي الـ الانواع بتاعت الفيرست اوردر فيرست ديجري. خلاص بس نراجع كده سريعا مسألة. على المحاضرة الثالثة كنا خدنا الإكزاكت، فكنا قلنا في حالة الإكزاكت عشان نعرف إن المعادلة إكزاكت كنا بتجيلي بالصورة دي، حاجات فيها إكس وواي دي إكس، أو أنا بحطها على الصورة دي إذا ما نفعتش الأنواع اللي قبلها دي واي تساوي زيرو. فقال لك ان في حاله الاكزاكت لو خدت اللي جنب دي اكس فضلت جزئي بالنسبه لواي، ليه بنفضل جزئي؟ لانها داله في متغيرين، ولقيته يساوي تفاضل اللي جنب الدي واي ده بالنسبه لاكس، يبقى على طول بقول ان المعادله دي اكزاكت. فكان قال لها يقول فكان حلها يقول لك ايه؟ كان حلها يقول لك إنك بتاخد الجزء ده هو ونكمله بالنسبة لمين؟ بالنسبة لإكس، لأن ده كنا بنسميه يو إكس، لكن ده كنا بنسميه يو واي أو بارشال يو واي بارشال إكس. فلما كنت بتكامل ده بالنسبة لإكس زائد ثابت التكامل دالة في واي، كان ده بيديك اليو. وقلنا حل الإكزاكت ما هو إلا عبارة عن يو تساوي ثابت. أنا لو خدت اللي جنب دي إكس كملته بالنسبة لإكس يبقى ثابت التكامل دالة في واي، الكلام ده يساوي سي، يبقى ده السوليوشن بتاعي. فكان يقول لك عشان تجيب ده تعمل إيه؟ تجيب البارشال يو باي بارشال واي وتساويها بالان، تقدر تجيب جي داش اوف واي، ومن هنا اقدر اجيب جي اوف واي وارجع اعوض بيها في السوليوشن ده هو اللي هو الجنرال لو ما ادكش اي شروط. طيب احنا هنراجعها دلوقتي المساله ما تقلقوش. طيب نفترض لا جيت اختبر الشرط ده هو لقيته ما اتحققش، قال لك هندور على الشرط بتاع الكام بي اكزاكت. اي معادله كده معديه اسميها كان بي اكزاكت؟ قال لك لا احنا هنعمل ايه، انت كده كده جبت بارشال ان باي بارشال اكس وبارشال ام باي بارشال واي بس ما لقيناهمش متساويين، فساعتها هنعمل ايه؟ هنطرحهم من بعض. قال لك بص لو طرحتهم من بعض في حاله من اتنين هتتحقق عشان تبقى كان بي اكزاكت، لو قسمت على الام يطلع داله في واي، فساعتها بجيب حاجة اسمها الانتجريتنج فاكتور، تمام؟ اي اس تكامل اللي طلع ده اللي هو جي اوف واي بالنسبة لواي. لكن لو طرحتهم امتى يطلع دالة في اكس؟ قال لك لو قسمت في الحالة دي ما عرفتش اقسم على ام واختصر يطلع لي حاجات فيها اكس او حاجات فيها سوري حاجات فيها واي بس، فساعتها هنقسم على الان تلاقي يطلع دالة في اكس، يبقى الانتجريتنج فاكتور بتاعي اي اس تكامل اللي هي الداله اللي طلعت دي بالنسبه لاكس. بس تاخد بالك من حاجه، في حاله الاكس بدفع ضريبه احط السالب، تمام؟ طيب سواء الانتجريتنج فاكتور الاول او الثاني ايه فايدتهم؟ احنا قلنا لو لقينا يا ده يا ده يبقى المعادله كان بي اكزاكت. ايه اللي يخليها بقى تبقى اكزاكت؟ لما نضرب المعادله في الانتجريتنج فاكتور على حسب هو الحالة الأولى ولا الحالة الثانية.
لو ضربت المعادلة في الانتجريتنج فاكتور المعادلة ساعتها هتبقى اكزاكت، فهتتحل بالطريقة بتاعتنا اللي اتكلمنا عليها. طيب يبقى احنا كده النهاردة او اول جزء ده هنراجع فيه الاكزاكت كمان واحنا بنحل اهو، عشان الناس اللي كانت ايه طيب بيقول لي ايه، بيقول لي سولف في اول اكزامبل تلاتة اكس تربيع واي اس اربعة زائد اتنين اكس واي دي اكس زائد اتنين اكس تكعيب واي تكعيب ناقص اكس تربيع دي واي تساوي زيرو. اول حاجة بتروح عليها طالما المعادلة مكتوبة حاجات فيها اكس وواي دي اكس، حاجات فيها اكس وواي دي واي، بنختبر هل ينفع الفصل؟ لا ما ينفعش. هل كان بي سبيرابل او كان بي هوموجينيوس؟ لا برضو لان اشكالهم معروفة. هاجي اختبر اشوف كل دالة منهم، لو سميت دي ام ولو سميت دي ان هل دول هوموجينيوس؟ من الواضح لا طبعا، لان انت لو مسكت كل قوس هتلاقي مجموع الاسس بتاعته مش متساوية. يعني مثلا هنا ده الأس بتاعه كأن إيه اتنين، لكن الأس ده كأنه ستة. فطالما الأسس إيه مش متجانسة في الحد الواحد، يبقى إحنا دي استحالة تكون هوموجينيوس. يبقى إحنا هنروح نفكر في إيه، في الإكزاكت. عشان تشوف المعادلة إكزاكت ولا لأ بعمل إيه؟ والله جبت اللي جنب دي إكس سميناه إم، وجبت اللي جنب دي واي كنا بنسميه ان، بغض النظر عن التسميات. يعني هنروح نعمل ايه اوتوماتيك، اللي جنب دي اكس افضله بالنسبه لواي، اجي افاضل داله في متغيرين بالنسبه للمتغير بعتبر التاني ثابت. يعني انا بفاضل بالنسبه لواي دلوقتي الام، بعتبر اي حاجه فيها اكس ثابت، يبقى دي 3 اكس تربيع، والتفاضل بتاع الواي أس 4 ب 4 واي تكعيب زائد اللي بعدها 2 اكس دي كونستانت وتفاضل الواي بواحد. الناس ممكن تختصر هتلاقي 3 في 4 ادي 12 اكس تربيع واي تكعيب زائد 2 اكس. زي ما جبنا بارشال ان باي بارشال واي هنجيب بارشال ان باي بارشال اكس. بعتبر اي حاجة فيها واي ثابت، يبقى دي 2 واي تكعيب زي ما هي، تفاضل اكس تكعيب ب 3 اكس تربيع ناقص تفاضل الاكس تربيع ب 2 اكس، بنفاضل بالنسبة لاكس. تمام، يبقى ده يطلع بعد الاختصار 6 اكس تربيع واي تكعيب ناقص 2 اكس. من الواضح لو جيت بصيت على كل من التفاضلين اللي احنا جبناهم هنلاقيهم مش متساويين. يبقى دي نوت اكزاكت. طيب قلنا باجي اختبر اوتوماتيك على طول، اعمل ايه؟ اشوف هل ينفع فيها انتجريتنج فاكتور ينضرب في المعادله، يعني تبقى حاله توصل للاكزاكت بس لما يتحقق لها الشرط. يعني هل المعادله كان بي اكزاكت او تقول انها تبقى اكزاكت؟ قال لك نعمل ايه؟ نطرح اللي احنا جبناه ونراعي الترتيب ونتفرج على الناتج. بارشال ان باي بارشال اكس ناقص بارشال ان باي بارشال واي. تعالوا لما تيجوا تطرحوا بطرح الحدود الايه المتشابهه، يعني ده مع ده. خد بالك بنطرح اللي تحت ناقص اللي فوق، يبقى دي سالب 6 ناقص 12 يبقى سالب 6 اكس تربيع واي تكعيب ناقص 2 اكس، وأطرح 2x تاني يبقى سالب 4x. طيب حاجة كده بتقول لك إيه؟ ها ممكن نسحب من فوق، إيه رأيكم لو سحبنا من فوق 2 مثلا، يعني أو سالب 2، تعالوا نسحب سالب 2 كده
يبقى دي 3 اكس تربيع واي تكعيب ناقص 2 هنطرح، يبقى دي زائد 2 اكس. طب ليه عملنا كده؟ قال لك بص، بعد ما بتطرح بترجع تبص تاني للام والان، هل لو قسمنا على الام يبقى لي حاجات فيها واي بس، ولا لو قسمنا على الان يبقى لي حاجات فيها اكس بس؟ فانا هعمل ايه؟ تروحوا بصوا، الناس اللي بتتلخبط تجرب، هنقسم على ام الاول كده ونجرب. تلاقي ايه؟ بص يا اولاد، لو سحبنا من تحت من المقام مشترك اللي هي الواي يبقى ايه؟ 3 اكس تربيع ما نجيش جنبها، سحبنا واي من واي اس 4 بقت واي تكعيب زائد 2 اكس. الله، ايه ده؟ لقيت ده كله راح مع اللي فوق، يبقى لي ايه؟ سالب 2 على واي. ايه ده؟ دي اللي كنا بنسميها جي اوف واي، الحاجات اللي فيها واي بس. يبقى المعادلة في الحالة دي كان بي اكزاكت. طيب ازاي نخليها اكزاكت؟ قال لك بنجيب انتجريتنج فاكتور نضرب فيه المعادلة. بيتحسب ازاي؟ اللي هو اي اس تكامل دالة في واي دي، يبقى اي ممكن اطلع سالب 2، يبقى دي كأني بكامل 1 على واي دي، اللي هي اي اس سالب 2 لين واي. هتلاقي الناس قوي بتحب لو ظهر لها اي وفوق اسها لين، بتحب قوي تخلي اي جنبها لين. فانا ممكن العب الاس ده شقلباص فوق طبعا، فيبقى ده اي اس لين واي اس سالب 2، يبقى ده الاي مع اللين. احنا كنا قايلين قبل كده هي زيها بالظبط، لين مع الاي، اي دالة مع الدالة العكسية بتاعتها يضيعوا بعض يديني، فيبقى ده على طول واي اس سالب 2 والاس السالب بينزل في المقام. جبنا الاي اللي هو 1 على واي تربيع، بمسك المعادلة الأساسية اللي مدهاني في المسألة واضربها كلها في الايه، في الواحد على واي تربيع ده. اهي ادي المعادلة، هنضربها في ايه؟ 1 على واي تربيع اللي هو الانتجريتنج فاكتور بتاعه. هقول له كده هنضرب المعادلة multiplying المعادلة دي بالانتجريتنج فاكتور بتاعنا اللي هو ايه؟ 1 على واي تربيع. المعادلة دي فيها جزئين هما مجموعين على بعض يساوي صفر، فانت لما تيجي تضرب الطرف اليمين في زيرو خلاص ملوش، هو زيرو زي ما هو، لكن الطرف الشمال تيجي تضرب بقى اجزائه في 1 على واي تربيع. بصوا ادي القوس الاولاني اهو، هنضربه في 1 على واي تربيع، يبقى دي 3 اكس تربيع واي تربيع زائد 2 اكس على واي. ما احنا هنضرب هنقسم على واي تربيع يا ولاد، تمام؟ ده كله دي اكس زائد القوس الاولاني، لو دخلنا عليه 1 على واي تربيع او قسمنا القوس ده هو على واي تربيع يبقى 2 اكس تكعيب على واي ناقص اكس تربيع على واي تربيع. محدش يروح يقول لي بقى هنا نختبر ان المعادله اكزاكت ولا لا، هي احنا عارفين ان مدام ضربناها في الانتجريتنج فاكتور اللي حسبناه ده يبقى دي اكزاكت مباشره من غير اختبارات تاني. يبقى الحل عبارة عن إيه؟ كان يقول لك ده بنسميه partial u by partial x أو u x لو الناس بتحب التسمية دي، وده كنا بنسميه partial u by partial y. براحتك بقى، أنا مثلا عايز أبدأ أقول إن partial u by partial x بتساوي 3x تربيع y تربيع زائد 2x على y. يبقى انت هتروح
تجيب اليو التانية مش على واي صح، برافو. 2x، لا دي احنا بنقسم على واي تربيع بقى واي فوق بس. تمام كده، تمام. المهم يا اولاد ايه، هنيجي نبتدي بقى ايه. حطينا أول واحدة براحتك، عايز تختارهم مكان كونديشن، ده واحد وده اتنين. تبدأ بواحد وتستخدم التاني مفيش مشكلة، تبدأ بالتاني وتستخدم الأول مفيش مشكلة. بصوا معايا، يبقى أنا هاخد الأولاني ده بارشال يو باي بارشال إكس، تمام، هساويه بالإم هنا، تمام، بعد ما ضربنا المعادلة في الانتجريتنج فاكتور الإم الجديدة أهي. طيب هتعمل إيه؟ أنا عايز اليو، يبقى هنمسك الكلام ده نعمل له ايه؟ انتجريشن. فيبقى هنا يبقى اليو بتاعتك تساوي، يلا بالراحة، لما بنيجي نكامل بالنسبة لمتغير بعتبر التاني ثابت. احنا هنكامل بالنسبة لمين؟ واضحة جدا، احنا عايزين نتخلص من بارشال اكس اللي تحت، يبقى هنكامل بالنسبة لاكس، يبقى اعتبر اي حاجة فيها واي ثابت، وتكامل الاكس تربيع باكس تكعيب على تلت، وابقى مركز كويس جدا. زائد اللي بعدها بنكامل بالنسبة لاكس، يبقى واحد على واي دي زي ما هي، تمام، وتكامل اتنين اكس، ادي اتنين برضو زي ما هي، والاكس تبقى اكس تربيع على التلت بس. لا زائد ثابت التكامل، بكامل بالنسبة لإكس دالة في متغيرين، يبقى ثابت التكامل مش ثابت عادي، لا دالة في المتغير التاني. يبقى بص للعلامة اللي تحت، يبقى المتغير ده عكسه. طيب ده هنسميها رقم ستار. والله لو جبت ستار ده ايه، يبقى السوليوشن بتاعك اللي هو الجنرال سوليوشن بتاعك هيبقى عبارة عن نيو تساوي سي. هو اليو ناقصها ايه هنا؟ اليو ناقصها جي اوف واي. طب ما انا قلت لكم احنا هنبتدي بشرط ونستخدم التاني لو في حاجه مجهوله ايه اجب. قال لك الشرط التاني بيقول ايه؟ بارشال يو باي بارشال واي تساوي الحته اللي جنب دي واي اللي هي 2 اكس تكعيب واي ناقص اكس تربيع على واي تربيع. طب يا اولاد يبقى هنعمل ايه؟ والله هاخد ستار افاضلها بالنسبه لواي تديني الجميل ده. تعالوا نفاضل كده المعادله ستار دي بالنسبه لواي، بفاضل كل جزء لوحده، لو في حاجه تختصر بنختصر، تمام. انا هفاضل جزئي بالنسبه لمين؟ بالنسبه لواي. ركزوا معايا بقى، بصوا المعادله ستار كده، واحنا بنفاضل بالنسبه لواي بعتبر اي حاجه فيها اكس ثابت، في كام جزء؟ في 3 اجزاء. يبقى اول جزء هنفاضله بالنسبه لواي، يبقى الاكس تكعيب زي ما هي تنزل، الواي تربيع ب 2 واي، فاضل بقى اللي بعدها اكس تربيع زي ما هي، تفاضل واحد على واي بسالب واحد على واي تربيع. اللي ما بيعرفش يعملها يرفع واحد على واي كانها واي اس سالب واحد، بنزل الاس اطرح من الاس واحد، زائد اخر واحده جي اوف واي، اي داله في واي بفاضلها هحط لها داش لاني ما اعرفش، تساوي اللي في اليمين ما تغيرش اللي هو 2 اكس تكعيب واي ناقص اكس تربيع على واي تربيع. خدوا بالكم من حاجه، في حاجات من اليمين تروح مع الشمال، لازم تبقى بنفس الاشارات، يبقى لازم اللي يتبقى حاجات فيها واي بس، يتبقى ايه؟ زيرو. ينفع؟ قال لك ممكن يا حاجات فيها واي يا ثوابت. ايه الداله اللي تتفاضل تدي صفر؟ اكيد كانت الداله دي عباره عن ثابت، يكون اسمه كده. يبقى الحل بتاعك او الجنرال سوليوشن بتاعك
اروح للمعادله ستار اللي هي اليو، روح للمعادله ستار وحط جي اوف واي بالكلام ده، كانت طالعه بكام؟ جي اوف واي طلعت بكي، يبقى الحل بتاعك واي تربيع اكس تكعيب زائد اكس تربيع على واي زائد الجي اوف واي بتاعتك بكي تساوي ثابت، صح؟ ممكن بدل ده انقلها هناك، ثابت ناقص ثابت يدي ثابت جديد. احنا قلنا اللعبة بالثوابت ما فيهوش مشكلة. يبقى ده ايه الجنرال سوليوشن بتاعك. طيب هناخد كمان واحدة. الناس تحل الاكزاكت بنفس التكنيك، عايز تتأكد بقى زي ما قلنا، كنا قلنا بنعمل ايه، بنكامل الجزء اللي هو اللي جنب دي اكس ونكامل الجزء اللي جنب دي واي ونحذف المكرر. دي مش طريقة للحل، دي طريقة للتأكيد. بصوا معايا، عايزين دي، بيقول لي سولف ده الاكزامبل رقم 2، واحد ناقص اكس واي دي اكس زائد اكس واي ناقص اكس تربيع دي واي يساوي زيرو. تعالوا نحل كده واحدة واحدة. أولا برضو واضح جدا إنها استحالة تبقى هوموجينيوس لأن الأقواس فيها الأجزاء مش متجانسة في الأسس، تمام؟ دي هنا مثلا لو جيت خدت اكزامبل، هنا متجانس، هنا اتنين، وهنا مجموع الاسس اتنين، دي تمام، لكن هنا لا، دي اتنين لكن دي صفر. فساعتها هنروح نفكر في الاكزاكت، فقلنا بنسمي الاولانيه ام ونفضلها بالنسبه لواي، بالنسبه للبعيد جزء، تيجي تفاضل دي جزء بالنسبه لواي، اي حاجه فيها اكس ثابت، تفاضل الواحد بصفر عامه، لكن اللي جنبها بنفاضل بالنسبة لواي يديني الثابت اللي هو سالب اكس. هنجيب الان اللي هو جنب دي واي ونفضله جزئي بالنسبة للبعيد اللي هو بالنسبة لاكس. هعتبر اي حاجة فيها واي ثابت، تفاضل اكس واي، تفاضل الاكس بواحد اهو والواي زي ما هو، ناقص تفاضل الاكس تربيع باتنين. من الواضح انهم مش متساويين، يبقى المعادلة دي اكيد مش اكزاكت. اروح على طول في بالي النوع اللي بعده اللي هو النوع كان رقم 6، هل هي كان بي اكزاكت ولا لا؟ فقال لك بنعمل ايه، اللي انت جبته بارشال ان باي بارشال اكس ناقص بارشال ام باي بارشال واي، اطرح واتفرج على الناتج. تعالوا نطرح كده بالراحة، بنطرح اللي تحت ناقص اللي فوق، الحاجات المتشابهة، واي مفيش فوق زيها، لكن سالب 2 اكس ناقص ناقص اكس يعني زائد، يبقى يبقى لي واحدة بس بالسالب. طيب أنا جيت اتفرجت على ده، جيت أبص على الإن، استحالة يتقسموا على بعض ويطير إيه أحد المتغيرين اكس أو واي، فأنا هلاقي إن أنا ممكن أجرب أقسم على إن، ده هيجي بالحل كتير، تلاقي نفسك بتعرف على طول. والله هتلاقي الان ممكن تسحب منها الاكسيه مشترك من الان بتاعتك، يبقى لك واي ناقص اكس، تلاقي الجميل ده راح مع ده، يبقى ده واحد على اكس، الله ده دي اتش اوف اكس، يبقى على طول ممكن احسب انتجريتنج فاكتور اي اس تكامل اتش اوف اكس دي اكس بس بالسين. ليه؟ لان المعادله كان بي اكزاكت في الحاله دي. عشان نخليها كده هنضرب في الاي ده اللي هيتحسب ازاي، زي ما اتفقنا اي اس سالب اللي طلع واحد على اكس دي اكس جوه التكامل، يبقى ده اي اس سالب لين اكس، اطلع ده فوق، يبقى بقى اكس اس سالب واحد دول طاروا اداني واحد على اكس. طيب انا دلوقتي حسبت الانتجريتنج فاكتور، هرجع اعمل ايه؟ امسك المعادله بتاعتي هضربها في الايه، هضرب حدودها في الاي،
اللي احنا حسبناه، اللي هو عبارة عن ايه؟ اللي هو 1 على x. طيب تعالوا نضرب كده بالراحة القوس الأولاني، لو ضربناه في 1 على x يبقى ده 1 على x ناقص. القوس التاني لو ضربته في 1 على أو قسمته على x يعني يديني y ناقص a ناقص x. الحالة ده هي بقت المعادلة exact من غير اختبارات، محدش يروح يختبر. حلوة. عايز تتأكد في البيت مفيش مشكلة. المهم ايه، بقت اكزاكت دلوقتي، يبقى حلها قلنا عبارة عن ايه؟ يو تساوي ثابت، حيث اليو دي كانت عبارة عن ايه؟ قال لك ده هي دي بارشال يو باي بارشال اكس، صح؟ فلو كنت عايز اليو كنت بتقول ان دي هنكملها بالنسبة لاكس، النسبة السريعة، زائد ثابت التكامل ده اللفو. في ناس يا ولاد تعمل ايه بقى؟ بصوا، مش اصلا الاكزاكت حله يو تساوي ثابت وتكامل الجزء الاولاني اللي كنتوا ساعات بتسموه ام ده بالنسبة لاكس هو اليو. فكان يقول لك يبصوا بقى ايه، عشان الناس اللي بتحب تختصر اروح قايل له كده على طول، يبقى الجنرال سوليوشن بتاعي هنكامل الجزء اللي في الاول ده اهو، بس بالنسبه لمين؟ بالنسبه لاكس. تمام، زائد هيبقى ثابت التكامل ده اللي في واي، تمام، يساوي ثابت. يبقى ده الجنرال سوليوشن بتاعك مباشرة. طيب هتلاقي بقى لو انت دلوقتي، تعالوا نكتبه كويس، المفروض هنكمل الجزء الاولاني اللي هو كان بارشال يو باي بارشال اكس، عشان الناس ما تبقاش متلخبطه. فلو جينا كملناه بالنسبه لاكس، 1 على x تكاملها لين اكس، تكامل الواي بالنسبه لاكس يعتبر ثابت، يبقى تكامله الثابت في اكس، زائد جي اوف واي يساوي سي. ده بقى هو الجنرال سوليوشن بتاعك اللي يتحط له بالواز مش اللي فوق. تمام، طيب ده ناقصه ايه عشان يبقى الحل تمام؟ قال لك ناقصه دي عشان تجيبها، قلنا فاكرين دي كنا بنقول عليها ايه؟ دي كانت بارشال يو باي بارشال ايه؟ واي. فكان يقول لك بص، خد اللي طلع ده في الطرف الشمال ده اللي كنا بنسميه، ده كنا بنسميه يو لو تفتكروا، وانفضله بالنسبة لواي. جزئي ماشي، الكلام ده هيساوي ايه؟ واي ناقص اكس، ما استخدمناهاش لسه، ما احنا قلنا في شرط بستخدمه في الاول اجيب اليو، والشرط التاني بستخدمه عشان نجيب المجهول اللي هيبقى عندك اللي هو هنا ده اللي فوق الجي او فوق. طيب هنفاضل جزئي كده، والله دي فيها اكسات بس، يبقى تفاضلها بصفر. اللي بعدها نفاضلها بالنسبه لواي يبقى تديني سالب اكس، ودي تبقى جي داش اوف واي، الكلام ده يساوي واي ناقص اكس. تلاقي الجميل ده راح مع ده، يبقى جي داش اوف واي تساوي واي، يبقى جي اوف واي من هنا بكام؟ بواي، لما تيجي تكامله بواي تربيع هزود الاس 1 واقسم على الاس جي. بما انك جبت جي اوف واي ترجع تعمل ايه؟ ترجع للحل بتاعك اللي كنا بنسميه اللي هو الحل العام، واحط الجي او فوق، يبقى ساعتها الحل بتاعك هيبقى عباره عن ايه؟ لين اكس ناقص واي اكس زائد واي تربيع على الاثنين يساوي صفر. تمام، طبعا لو مدي شروط في المساله بعوض بشروط اجيب الايه؟ الثابت اللي ايه؟ اللي موجود عندك اللي هو السي هنا ده.
طيب تعالوا بقى نشوف اللي هي الحالتين اللي هم الاخرانيين هناخدهم اهم، اللي هي الحالة بتاعت رقم 7 بتاعت اللينير فيرست اوردر فيرست ديجري. والله هتبقى على الصورة ايه يا ولاد، احنا كل حالة كنا بناخدها لها شكل معين. قال لك الحالة دي هتبقى على الصورة دي، بصوا واي داش مفيش جنبها حاجة زائد حاجات فيها اكس او ثوابت جنب واي تساوي الناحية التانية حاجات فيها اكس او ثوابت اسمها كيو. يبقى تاني لو جات المعادلة بتاعتك عرفت تخلي معامل واي داش بواحد واللي جنب الوايات عبارة عن اكسات بس، اللي جنب الواي عبارة عن اكسات بس هنسميها بي او ثوابت عادية اللي هي 2 3 5 وهكذا، تساوي الناحية التانية حاجات فيها اكسات بس برضو او ثوابت، يبقى المعادلة دي في الصورة ايه حلها ايه، وهقول الحل جه منين إيه؟ حلها هيطلع ايه؟ بص يا ولاد عشان تحل في الامتحان لو ما طلبش الاثبات هتروح تحسب انتجريتنج فاكتور عبارة عن ايه؟ اي اس التكامل البي بالنسبة لإكس، وبعدين بعد ما تحل بعد ما تجيب الانتجريت فاكتور ده اضرب فيه المعادلة. قال لك لا بص هيبقى الحل بتاعك على طول فورمة الحل واي تساوي واحد على الاي اللي انت جبتها تكامل الاي اللي انت جبتها هتضربها في الكيو اللي هي في الطرف اليمين ده اهي وتكملها بعد الضرب زائد ثابت جوه القوس. ده ايه الجنرال سوليوشن بتاعه. تاني يبقى دلوقتي فورمه المعادله هتبقى في الصوره دي، لازم معامل الواي داش بواحد اللي قدام الواي حاجات فيها اكس بس او ثوابت تساوي الناحيه التانيه برضو حاجات فيها اكس بس ما فيهاش ريحه الواي خالص. فاذا اعتبارا على اللي جنب الواي سميناها بي والناحيه التانيه كيو، فاحنا قال لك هتحسب انتجريتنج فاكتور وهتستخدمه في كتابة الحل بتاعك. تمام؟ من حقي اكتب الحل مباشرة لو طلب الحل في الامتحان وانت عرفت ان المعادلة لينير اكتب الحل مباشر وحل. طيب قال لك على فكرة ممكن نفس المعادلة تيجي بطريقة تانية، بصوا تبقى دي اكس باي دي واي دي بنسميها اكس داش مفاضل الاكس بالنسبه لقلبنا يعني، فتتوقع ايه؟ ان اللي هنا اكس بس دي داله فوق تساوي حاجات الناحيه الثانيه فيها وايات بس، دي زي اللي فوق بالظبط. تمام؟ فبرضو طريقه الحل بتاعتها بنبدل بس كل اكس بواي، يبقى هحسب انتجريتنج فاكتور اي اس تكامل البي بس ايه بكامل بالنسبه لواي المره دي، والحل في الحاله دي ما بجيبش واي بجيب اكس واحد على الاي افتح قوس الاي في الكيو اللي كانت داله في واي بكامل بالنسبه لواي زائد اوعى تنسى السبب بتاعك وتقفل قوسك عشان ما تتسرقش. تمام؟ طيب تعالوا نبص بقى للفورمه الاساسيه دي، الحل ازاي طلع كده؟ الحل في منتهى السهوله، غش اللي انت حافظه، يعني انت حافظ ان الحل بتاعك بجيب انتجريتنج فاكتور عباره عن اي اس تكامل بي دي اكس. كنا متعودين الانتجريتنج فاكتور ده بضربه فين؟ في المعادله. فتعالوا هو دي هو ده مفتاح الايه؟ الاثبات. مفيش في الاثبات الا خطوتين بالظبط. يبقى تعالوا نشوف الاثبات بتاع ان الحل طلع كده ازاي. يلا بيقول ايه في الاثبات؟ انت عندك المعادلة بتاعتك هي اللي عليها السهم فوق. قال لك هنعمل ايه؟ هنضرب المعادلة في مين؟ في الايه؟ في اللي هو الانتجريتنج فاكتور اي اس تكامل البي دي اكس. حلو، احنا هنثبت. فانا بقول ايه؟ والله تعالوا نضرب المعادلة في الاي اس تكامل البي دي اكس. قال لك هناخد الاطراف بتاعتها هما كام طرف؟ طرفين. تمام، الاولاني هضربه في الاي يبقى هضرب اهو اي اس تكامل بي
دي اكس مضروبة في ايه؟ في واي داش زائد اللي بعده واي في بي في اي اس تكامل البي دي اكس. حلو، هما كام جزء في الطرف الشمال؟ جزئين، ضربت كل منهم في اي اس التكامل اللي هو الانتجريت فاكتور بتاعه، تساوي الجهة اليمين لازم اضرب فيها برضو، هضرب في ايه؟ كيو في الاي اس تكامل البي دي اكس. حلو كده، هتلاحظ حاجة خلاص، يعني على فكرة هي دي اول خطوة، الخطوة التانية هتطلع لك شكل الحل. هتلاحظ حاجة، بص يا ولاد، هو لو عندي حاصل ضرب دالتين كان بيطلع ايه؟ كان بيقول لي تفاضل الاول، تفاضل الاول في التاني. في الاول هل ده تفاضل واي داش؟ اه. في تفاضل التاني هل دي اف 2 داش؟ تعالوا نشوف كده، تفاضل الاي كان بيقول لك نفسها، في تفاضل اسها، هو تفاضل الاس ده بايه؟ تشيل علامة التكامل بس يبقى بي. طب ما ده كأنه حاصل ضرب دالتين، يبقى ده كأنه، بصوا دي باي دي اكس كأننا بنفاضل حاصل ضرب دالتين، اللي هو مين الدالتين؟ واحدة واي والتانية اي. ايه رأيك؟ احنا بندور على مين؟ بندور على الحل، يعني بندور على الواي، خلاص اتخلص من اي حاجة جنبها، دي باي دي اكس دي هنعمل فيها ايه؟ عشان تتخلص منها يبقى هنكامل الطرفين. يبقى الدي واي اي اس تكامل البي دي اكس تساوي، تعالى كامل الناحية التانية سيبها زي ما هي، كيو في الاي اس تكامل البي دي اكس. وخد بالك ان انت وانت بتكامل، تمام، احنا بنكامل بالنسبة للمتغير اللي هو الاكس، خد بالك بنكامل بالنسبة للاكس، يبقى في ثابت. يبقى دلوقتي الحل بتاعك اللي انت بتدور عليه اللي هو الواي، يبقى الواي تساوي انقل اي حاجة الناحية التانية، ده كله ينزل على بعضه احطه في قوس، والاي اس تكامل كنا بنسميه اي عشان الاختصار، تمام، ويبقى الواي بتاعتك واحد على الاي اللي سميناه برضو الايه، الاي، يطلع الحل بتاعك اللي احنا مبروزينه فوق. يبقى الاثبات ما هو اللي عملنا ايه؟ ضربنا المعادله في الاي اس تكامل اللي هو الانتجريتنج فاكتور، وبعد ما ضربتها لقيتهم انهم حاصل ضرب دالتين، فيبقى كانه بفاضل حاصل ضرب دالتين، وبتخلص من علامه التفاضل دي عشان انا عايز الواي اللي جوه، فانا بكامل الطرفين، تلاقي طلع لك شكل الحل على طول. امتى بقى اعمل الاثبات؟ اعمل الاثبات لو طلبه في الامتحان، لكن احنا لو عرفت ان المعادله لينير من حقك تستخدم فورمه الحل مباشر زي ما هنعمل في المثال ده دلوقتي. ده اكزامبل رقم كام؟ ده الاكزامبل رقم 3. بيقول لي اهو ساين اكس دي واي باي دي اكس زائد 4 واي كوزاين اكس تساوي كوتان اكس، حيث مديني بقى واي اوف باي على 2 تساوي 4 على 3. طالما مديك حيث وشرط، يبقى اكيد بعد ما اجيب الجنرال سوليوشن واخلص مسالتي خالص هبقى اعوض. يلا، يبقى انا عايز احل. قال لك اول حاجه من الواضح ان انت المساله بتاعت اللينير دي بتنطق لوحدها على فكره، وبتبان جدا، وقبل ما تلف كتير بتلاقيها ايه، بتروح لها على طول من مجرد ما تبص للمساله. بصوا دي واي باي دي اكس اللي هي الواي داش، ودي الواي، وهنا حاجات فيها اكسات. هل ينفع المعادلة دي تبقى على صورة اللينير؟
قال لك طالما الدنيا جنب الواي فيها اكسات بس، او جنب الدي واي باي ديكت فيها اكسات بس، ممكن تبقى لينير. بس بصوا هنعمل ايه، لازم عشان تبقى في الصوره لينير لازم تبقى معامل دي واي باي دي اكس او الواي داش بواحد الاول، وابقى اتفرج على شكل المساله. يبقى انا هقسم على ساين اكس عشان اخلي معامل الواي داش او دي واي باي دي اكس بواحد. بصوا المعامل ده اهو، هقسم عليه الاول. يبقى تعالوا نقسم كده، يبقى دي دي واي باي دي اكس زائد، انا هرتب المسألة بس، خلي الواي كده، يبقى هنا 4 كوزين اكس، تمام؟ وبنقسم على مين وهتنسى؟ على ساين اكس. تساوي زي ما بتقسم في الشمال، اوعى تنسى تقسم في اليمين. يبقى دي كوتان اكس، الكوتان بالمناسبة هي عبارة عن كوزين على ساين، وبنقسم على ساين كمان مرة. طيب ايه ده، حاجات فيها اكس بس كنا بنسميها بي، والجهه اليمين حاجات فيها اكس بس كنا بنسميها كيو، يبقى دي لينير. طيب هنحل ازاي؟ قال لك بجيب الاي اي اس تكامل البي دي اكس، يبقى اي اس تكامل. هي البي بتاعتك عبارة عن ايه؟ 4، ممكن نطلعها بره علامة التكامل، كوزين اكس على ساين اكس، معايا الأربعة مكملة. اللي جوه البسط مشتقة المقام، تمام؟ والناس تاخد بالها هنا لو في معامل، لو هنا ساين 2 اكس مثلا، يبقى لازم فوق تبقى 2 كوزين 2 اكس، فاهمني؟ المهم ايه، هنا واضح على طول ان البسط مشتقة المقام، يبقى بقول على طول لين الايه، لين المقام. وكنا قلنا عيب الاقي اي وفوق لين من غير ما يبقوا جنب بعض، فانا هطلع الاربعه فوق، هتبقى فوق قص الساين مش الاكس. تلاقي ده كله في الاخر طلع ايه، ساين قص 4 اكس، تمام؟ طيب ساين أس 4 إكس دي الأي هنعمل إيه؟ يبقى الحل بتاعك، اكتب فورمة الحل، واي تساوي 1 على الأي تكامل الأي في الكيو زائد سالب، يبقى الواي بتاعتك تساوي 1 على اي، ما هي الاي كانت طالعه ساين اس 4، تكامل الاي بتاعتك ساين اس 4 في الكيو، خدها على بعضها اهي، عباره عن كوزين اكس على ساين مكرره مرتين تحت. تلاقي 2 من دول راحت مع 2 من دول، يبقى بيبقى ناقص بس في الحل اجيب التكامليه دي. هي التكامليه دي عباره عن ايه؟ بنزل الباقي كله زي ما هو. التكامليه دي عباره عن كوزين اكس في ساين تربيع اكس، اللي هي كانها ساين اكس لكل ايه؟ تربيع. انا بس بظبط شكل كتابه الحل بس عشان اقنعكم ان لو دي اف، دي الاف داش، فيبقى دي دالة مرفوعة الأس مشتقتها من غير الأس بره، يبقى بزود الأس 1 وأقسم على الأس الجديد. يبقى ده مين؟ ده الجنرال سوليوشن بتاعي. طيب هل مديك شروط في المسألة؟ بيقول إيه؟ عند عند اكس باي على 2 الواي بكام؟ ب 4 على 3. تيجي تاخد بقى الجنرال سوليوشن بتاعك اللي في البرواز تحت ده، تمام؟ تعوض عن واي ب 4 على 3،
وتشيل كل اكس وتحط باي على اتنين. ليه؟ لأن ده هيجيب لك الحل اللي هو الايه؟ البارتيكولار سوليوشن اللي هو ما فيهوش السي، او هيجيب لك قيمة السي اللي موجودة في الحل. ساين باي على 2، قلنا الباي ب 180 لو دخلت دالة جايبية، لو دخلت ساين كوزين كوتين اللي هي كل الايه الدالة الجايبتين كل دول، يبقى جوه ب 180 درجة ك 60 يعني. طيب دي كأنها ساين 90، ساين 90 بواحد، يبقى ده كله يطلع كام؟ 4 على 3 تساوي ادي تلت زائد سي، يبقى السي من هنا هيطلع بواحد. يبقى الحل بتاعك particular solution بتاعك، الحل اللي هو المعين ده، واي تساوي واحد على ساين أس 4 اكس ساين تكعيب اكس على 3 زائد اس. تمام كده؟ طيب دي أول مسألة، تعالوا ناخد واحدة كمان. خدوا بالكم ان هي الصعوبه ساعات اللي بتلاقوها هي بتلاقوها في التكاملات، فالناس ايه تراجع الجدول التكامل كويس. يقول لي سولف دي، بص يا ولاد في بعض المسائل لازم تبقى لماح برضو، اللي هو ايه مش بصم وخلاص، اللي هو في بعض المسائل بلاقيها ايه ممكن استخدم تعويضه معينه، او معناها يعني احل برمز تاني جديد غير الواي، بحيث المساله توصل لاحد الصور اللي احنا خدناها. بص انت هتلاحظ هنا ايه، كله شايف الصورة؟ هتلاحظ هنا ايه؟ دي واي باي دي اكس، وهنا اكسات، وممكن اقسم على المعامل، بس انا متعود دايما الحاجات اللي هنا دي، بصوا يبقى هنا اكسات، دي واي باي دي اكس، وهنا تبقى ثابت في واي، صح؟ ثابت في واي مش تان واي، سوري، دالة في اكس مضروبة في واي. طب دي تان واي، خد بالك شايف تان واي، وفي هنا سيك تربيع، في علاقة ما بينهم. تاني احنا ممكن المعادلة دي تبقى ليني، بس ممكن نستخدم تعويضة معينة اللي هي ايه، انا متعود ان دي ما اسمهاش تان واي اللي هي جنب الاكس دي، انا متعود انها حاجات فيها اكس في واي، انا هعمل ايه؟ اللي مش عاجبك في المعادله نعوض برمز تاني بدال. يعني ايه؟ انا مش عاجبني تان واي، ايه رايكم لو نحطها مثلا بزد، وبعدين هنحل المعادله في زد، وبعد ما تخلص خالص هتشيل زد وتحط بدلها تان واي. حلو، انا شلت اللي مش عاجبني حطيته برمز، خد بالك ان الدنيا كلها هتبقى في واقف في زد دلوقتي مش في واقف، فانت ايه هيقابلك دي واي باي دي اكس لازم تشيل، فاحنا هنعمل ايه؟ هنعمل دي ديفرنشيشن بالنسبه لمين؟ بالنسبه لاكس. ليه؟ عشان هيقابلني دي واي باي دي اكس اشيلها واحطها بدلاله دي زد باي دي اكس. بصوا تعالوا نفاضل الطرفين كده، تفاضل تان واي بسيك تربيع واي، انا مبسوط لانها موجوده فوق تقريبا،
في تفاضل اللي جوه بالنسبة لواي، تفاضل اللي جوه بالنسبة لواي بواحد دي واي باي دي اكس، ده الطرف الشمال. الطرف اليمين تفاضل الزد بالنسبة لإكس، يبقى دي زد باي دي اكس. تاخدوا الحلوين دول ونعمل ايه؟ نعمل سبستيتيوشن او تعويض في الايكويشن اللي مديها لك فوق. الدنيا كلها مش هتبقى فيها واي، بقى هتبقى فيها زد. اول حاجه تقابلك سيك تربيع دي واي من غير ما تكمل، ده دي زد باي دي اكس على طول. تان واي نشيلها ونحط زد، الناحيه التانيه ما بتتغيرش. تلاقي ايه؟ دي ممكن نسميها بي، ودي في اكسات برضو ممكن اسميها كيو. يبقى دلوقتي اما هاجي احل هنحل المعادله دي في زد. ليه؟ لانها على الصوره اللينير، فهجيب الانتجريتنج فاكتور زي ما احنا متعودين بالظبط. الرمز تغييره ما يهزكش، يبقى ايه اس تكامل البي دي اكس، يبقى ايه اس تكامل البي بتاعتك، يبقى دي ايه تكامل الاكس اكس تربيع على. من الملاحظ هنا مفيش لين خالص، فانتوا ما تتعودوش ان دايما بودي ايه مع لين على حسب المساله. جبت الزد، يبقى ازاي بعوض في القانون اللي انا حافظه في حاله اللين؟ واحد على الاي، وافتح قوس كبير عشان ما نتسرقش، في تكامل جوه اي في كيو، يبقى ده يساوي واحد على اي اللي هي واحد على اي اس اكس تربيع على الاتنين. تكامل الاي اللي هي اي اس اكس تربيع على الاتنين في الكيو، الكيو بكام؟ باكس تكامل زائد س. طيب دي كانها هي اي، على فكره لما تكون تحت تطلع باس سالب ما فيهاش مشكله. التكاملية دي بقى تحسبها ازاي؟ وده مشكلتنا في المسائل. هو عامة انت وصلت للجنرال سوليوشن على فكرة، لأن الزد أصلا كانت عبارة عن إيه؟ تان واي. بس فاضل فيه إن أنت تحسب التكاملية ده. طيب هنحسبها ازاي؟ قال لك بص، ده حصل ضرب دالتين، واحده بتخلص بالتفاضل والتانيه اي او ساين او كوزين زي ما احنا متعودين، فكان ده يقول لك بتخلص بتجزيء النوع الاول. بس تاخد بالك من حاجه في التجزيء، لما كنت بتاخد حته يو تمام كانت بتعرف تفاضلها او تخلصها، فهتبقى اكس اس حاجه، لكن الدي في لازم وانت بتاخدها تعرف تكملها، فانت عينيك على الاي دي اللي هتتكام، ده فوق قصها ايه؟ اكس تربيع على الاتنين. ده لازم عشان تكامل الاي لازم يكون مشتقة اللي فوق تحت جنبها، عشان اقول تكامل الاي باي. يعني كنت بتقول في جدول التكامل لو تفتكر، تكامل الاي الاي اس يو في يو داش باي اس يو. يبقى لو لقيت مشتقة اللي فوق تحت جنبها، يبقى وانت مطمن بتقول يبقى تكاملها هي نفسها اللي هي الاي. طيب انت دلوقتي عشان تعمل تجزيء هتعمل ايه؟ هتلاقي تفاضل اكس تربيع على الاتنين، تفاضله عبارة عن ايه؟ لو فضلت هتلاقي 2 اكس على يعني اكس. ايه ده؟ يعني احنا عايزين الاهاية دي عشان تتكامل يبقى جنبها اكس. خلاص نسحب واحدة من اكس تكعيب يبقى اكس تربيع. كل ده احنا بنتكلم عليه، انت حليت خلاص على فكرة وخلصت، فاضل بس تكاملية لازم تحسبها. طيب فاحنا هنعمل ايه؟ يبقى دي التكاملية دي هنستخدم التجزيء باي بارتيشنز. تكامل التجزيء يقول لك ده النوع الأول بس بشرط اللي هتاخدها يو بتعرف تخلص منها بالتفاضل الاسس بتاعتها، لكن التانية ينفع تتكامل، فدي ما ينفعش تتكامل الاي الا لما يبقى مشتقة اللي فوق تحت. خلاص يبقى بص يا اولاد، لو عايزين نعملها بالتجزيء يبقى دي يو، خدوا بالكم كل ده هنروح نحسب التكاملية بس، انما احنا خلصنا المسألة. يبقى يو تساوي اكس تربيع، يبقى دي يو من هنا ب2 اكس دي اكس.
محدش يقول لي نعملها بجدول بقى، لان الموضوع هنا فيه ايه شغل شوية. ودي دي في تكاملها، ده اللي كنت مبسوط بيه، ان انا خدت لقيت مشتقة اللي فوق تحت، فاقول ان تكاملها بايه على طول. وبعمل المقص بتاعي ده في ده ناقص تكامل ده في ده، يبقى التكاملية. يبقى احنا ناقصنا ايه بس؟ ايه التكامل اهو اللي بنحسبه عشان نحطه مكانه، يبقى ده الجنرال ايه سوليوشن بتاعي. بس اوعى تنسى ان احنا شلنا الزد حطينا تاني. طيب يلا، يبقى من هنا يبقى من هنا عندك اهو يو في في، يبقى الحل بتاعك تان واي تساوي التكاملية بتاعتك اللي قلنا هنحلها بالتجزيء، اللي هي يو في في اهو، يو في في واقف القوسي، سوري معلش نبقى منظمين بس. أول تاني واي تساوي اي أس سالب اكس تربيع على اتنين، وافتح قوس. التكاملية بتاعتي طلعت لي ايه؟ يو في في ناقص تكامل في دي يو. بالراحة ممكن أطلع اتنين بره، الفي دي يو يبقى اكس اي أس اكس تربيع على اتنين دي اكس. اوعى تنسى الثابت بتاعك زائد الثابت جوه القوس مضروب في واحد على اي بره. فاضل بس التكاملية دي، والله لو اللي فوق مشتقته تحت يبقى بقول بيه على طول، يبقى ده على طول يساوي اي اس سالب اكس تربيع على الاتنين اكس تربيع اي اس اكس تربيع على الاتنين، اكتبه تاني بس، ناقص اتنين تكامل الاي ومشتقة اللي فوق تحت يبقى بي. كده جبنا مين؟ الجنرال سوليوشن بتاعه. يبقى انت من حق تستخدم رمز تاني جديد، خاصه برؤيتك للمساله كده لقيت تفاضله جنب دي واي باي دي اكس، خلاص يبقى استخدم تعويضه معينه لتكن زد واحل بيها، وبعد ما اخلص ايه او ارجع الدنيا لاصلها اشيل الزد زي ما عملنا هنا كده وحطينا تان واي. لأنها التعويضة دي وصلتني لصورة اللينير، وصورة اللينير بسيطة جدا في الإيه في الحساب. طيب في برضو مسألة حلوة، بيقول لي صور فيديو بصوا كده بالراحة. في ناس تقول ايه؟ والله لو جبنا ادينا كل حاجة، اولا هنا مفيش فصل متغيرات، بس انا لو اديت دي اكس حقها يعني اعمل ايه؟ اجمع دي واي باي دي اكس او دي اكس باي دي واي. تعالوا نجرب كده، لو حطينا دي واي باي دي اكس هنلاقي دي واي باي دي اكس مضروبة في ايه؟ لو جربنا فتلاقي مضروب دي واي باي دي اكس مضروبة في حاجات فيها اكس وواي. طيب تعالوا نجرب العكس، نخليها دي اكس باي دي واي، تمام؟ يبقى دي مش هتوصلنا لحاجة. تعالوا نجرب حاجة تانية، دي اكس باي دي واي كده، فردت المسألة شوية. طيب ايه ده؟ دي اكس باي دي واي قدامها وايات، يبقى بدور على الاكسات، يبقى قدامها يا ثابت يا ويات، الدنيا تمام. طب تعالوا كده ايه ده، ممكن تبقى لينير، بس ازاي تبقى لينير في اكس؟
يعني لما باجي احل اكس يساوي اللي هي الصوره الثانيه منها. فقال لك تعالوا نجرب كده نوصل لفورمه اللينير ازاي. قال لك دي اكس باي دي واي وجنبها اللي فيه الاكسات، يبقى انا هنقل الثلاثه اكس هناك بالسالب تساوي واي اس 4. ولاد انتوا هتلاقيكوا بقيتوا صراع بس بعد ما تحل كتير. انا هنزل شيتات الناس هتحل كتير هتلاقيها بتروح للصورة لوحدها. طيب بتستبعد صور وتلاقيها دماغها راحت على صور معينة. تمام. طيب تعالوا بقى شوفوا حاجة. أولا معامل دي إكس باي دي واي لازم يكون بواحد، فأنا هقسم المعادلة ده إيه على اللي جنبها، يبقى دي إكس باي دي واي ناقص بقسم على واي، يبقى دي 3 على واي إكس تساوي، هقسم على واي الناحية التانية تبقى واي تكامل. معامل هنا الواي بكام؟ بواحد. هنا ده كله على بعضه بنسميه بي، بس ده يبقى دالة في ايه بس؟ يا ثوابت يا دالة في واي. والناحية التانية هنا بنسميه كيو، يبقى دالة برضه في واي بس. يبقى أنا وأنا بحل المعادلة بقول إكس تساوي واحد على أي تكامل الاي في الكيو بنكامل بالنسبه لمين المره دي؟ بالنسبه لواي زائد سالب. طب ما الانتجريتنج فاكتور يجي ازاي؟ اي اس تكامل البي بنكامل هنا بالنسبه لواي. طيب البي بسالب 3 دي واي على واي، هطلع سالب 3 منها وكامل، يبقى دي اي اس سالب 3 لنو. خلاص عرفنا الحركه، يبقى هطلعها فوق اس سالب، يبقى دي كانها واحد على واي تكامل. يبقى الاكس بتاعتك لو انت بتحل عشان تجيب الجنرال سوليوشن واحد على الاي تكامل الاي في الكيو بتاعتك اللي هو اي تكعيب دي واي زائد سي، تلاقي ده راح مع ده، يبقى هنا واحد على واي تكعيب مقام المقام، يعني كنا قلبناه من الاول خالص، تكامل الدي واي يبقى بواي زائد سالب. كده جبنا مين؟ جبنا الجنرال سوليوشن. المسألة سهلة جدا في الحل بس أوصل للصورة اللي أنا عايزها. فإحنا قلنا بجمع دي واي باي دي إكس مع بعض، جينا نجرب لقيناها ما وصلتنيش لحاجة، ولا ينفع فيها فصل متغيرات ولا شكل الإكزاكت ولا تنفع هوموجينيوس ولا أي حاجة، فدماغي تروح على اللينير، بس هي مش هتنفع بدي واي باي دي اكس. فنيجي نجرب نشقلب، احنا واخدين فورمه ثانيه نخليها دي اكس باي دي واي، لقينا الدنيا تظبط خالص وطلع لي فعلا حاجات في اكس وايات بس اسمها بي، وحاجات الناحيه الثانيه في اليمين لوحدها اسمها كيو طلعت في واي بس برضو او ثوابت. يبقى على طول استخدم فورمه الحل في حاله الاكس واكتب على طول، اجيب الانتجريتنج فاكتور واكتب الحل واعوض فيه. اخر صوره بقى، اظن احنا ايه خدنا كذا شكل اهو لللينير وحلينا كام مساله. المره اللي جايه ان شاء الله هبتدي بايه، اخد برضو ثلاث مسائل اربعه كده كمراجعه على الجزء ده كلهم على بعضهم، ازاي احدد النوع. تمام، مجرد ما اشوف المساله. آخر صورة اللي هي صورة الكان بيلي. ساعات بنسميها معادلة برنولي. والله أصلا كده كده معظم المعادلات سواء تفاضلية اللي هي الديفرنشال ايكويشن العادية أو البارشال ديفرنشال ايكويشن، معادلات التفاضلية الجزئية، كلهم اصلا ما هم الا في المعظم يعني بتمثل موديل معين، يعني بتمثل سيستم فيزيائي مثلا شغال، سيستم كهربي، اي حاجه يعني. وبعد ما بنمثل السيستم بالمعادله بناخده نحله بالطرق الرياضيه اللي احنا بناخدها هنا دلوقتي. تمام، فبرنولي طلع معادله من سيستم فيزيائي معين مثلا كانت على الصوره دي، يبقى معادله برنولي او اللي هي المعادله الكامبي لينير لازم تبقى على الصوره دي، زي صورة اللينير بالظبط. الاختلاف ايه؟
هيزيد حتة صغيرة في الطرف اليمين اللي فيه كيو، هتنضرب في واي أس إن، تمام؟ فساعتها أوتوماتيك هتقول له إيه؟ أنا بجيب الحل بس واي أس واحد ناقص إن، يعني لو دي أس تلاتة يبقى بجيب واي أس سالب اتنين، تمام؟ هتلاقي الدنيا كلها بتنضرب بقى في إيه؟ في السالب اتنين ده، اللي هو عبارة عن إيه؟ واحد ناقص إن. الحل بتاعك هيبقى واحد على الآي، إيه ده؟ زي ما إحنا حافظين، تكامل الآي في الكيو، بس قلنا هنضرب في واحد ناقص إن. يبقى هنا في الكامبي لينير بندفع ضريبة، هتبقى الحل بتاعك مش بتجيب الواي، أمال بتجيب إيه؟ واي أس واحد ناقص إن. لما تيجي تدخل التكامل تحسبه هتلاقي أي تكامل بينضرب في واحد ناقص. طيب الانتجريتنج فاكتور عبارة عن إيه؟ يبقى طبعا من حقي لو عرفت إن المعادلة كان بلينير أو في صورة البرنولي إيكويشن أقدر أستخدم فورمة الحل على طول وأعوض فيه. قال لك إي أس تكامل البي، بس قلنا بندفع إيه؟ ضرايب واحد ناقص إن. تمام؟ يبقى دي ده الحل بتاعنا، تمام؟ ودي صورة الايه الايه اللي هي المعادلة اللي كان بيلي. بصوا بقى يا ولاد، طب احنا عايزين نثبت دلوقتي عايزين نثبت الحل بتاعنا طلع الفورمة دي ازاي. قال لك بص، مفتاح الحل هتلاقي وانت بتجيب الحل مش بتجيب واي، امال بتجيب ايه؟ واي اس واحد ناقص ان، او ايه؟ بتقلل الاس بتاع الواي دي بواحد. فتلاقي ايه اول حاجة يقول لك مفتاح الاثبات انك تقسم المعادلة على واي اس ان. ليه؟ أول حاجة أنت شايف المعادلة اللي فوق أهي اللي عليها السهم دي، مشكلتك إيه؟ إنها تبقى لينير بس تخلي الكيو أوف إكس لوحدها، فأنا هقسم على واي أس إن. طيب يبقى دي واحد على واي أس إن، في حدود كام حد في المعادلة؟ ثلاث حدود أهو، اتنين في الشمال هنقسم، يبقى واحد على واي أس إن واي داش زائد. هتيجي تقسم واي من فوق واي اس ان تحت، طبعا اللي تحت يغلب بس ينقص واحد، تساوي هنقسم في اليمين يبقى لي كيو، بس احنا قسمنا عشان تبقى لوحدها. لسه قايلين من شويه الحل بيطلع اقل من الاس بواحد، فهنعمل ايه؟ قال لك تيك، دي الخطوة رقم اتنين وبعدها الدنيا تخلص بقى. تيك الواحد على واي اس ان ناقص واحد دي بزد، احنا قلنا الرمز اللي ما بيعجبنيش حطه بأي حاجة تانية. هنعمل ايه؟ قال لك المسألة كلها تتحول بدل ما هي وايات تبقى زدات، فاحنا هنعمل ايه؟ هنفاضل الطرفين بالنسبة لإكس، الطرفين بتوع دي التعويضة ده. طيب يبقى دي لما تيجي تفاضل واحد على واي اس ان ناقص واحد، كان بيقول لك ايه؟ نزل الاس، بس انت اصلا هو في المقام كنت بتقول ايه؟ سالب، تمام؟ على وتحت يزيد الاس، يبقى او الناس اللي ما بتعرفش دي كأنها واي أس إن ناقص واحد بس بالسالب، فلما تيجي تفاضلها بنزل الأس وأطرح من الأس واحد، تلاقي ده راح مع ده، تمام؟ يبقى هيطلع التفاضل بتاعي سالب إن ناقص واحد على واي إن، أوعى تنسى، بتفاضل دي واي باي دي إكس.
تساوي تفاضل الزد دي زد باي ديكس. هتاخد بقى الحلوين دول ونحطهم فين؟ في المعادلة. يلا بالراحة. أول واحدة، واحد على واي أس إن واي داش، من رقم اتنين على فكرة، واحد على واي أس إن واي داش، دي تطلع إيه؟ أهي بصوا، أهي تديني دي زد باي دي إكس، أهو دي المعادلة إيه؟ الناس تركز. هشيل الدي واي باي دي اكس على واي ان تحت كلها على بعضها، البارت الاولاني ده، واحط بداله دي زد باي دي اكس، بس لا مقسوم على ان ناقص واحد اللي كانت جنبها، ان المعادله رقم اتنين زائد واحد على واي اس ان ناقص واحد نحطها بزد، مضروبه في ايه؟ في بي. بالراحة، يبقى واحد على واي أس إن ناقص واحد شلناها وحطينا اللي نفسنا فيه اللي هو الزد. الجهة التانية في الإيكويشن ما اتغيرتش، كيو في إكس. دلوقتي إحنا وصلنا لإيه؟ المعادلة دي على فكرة لينير، بس هتعمل إيه؟ هتخلي معامل دي زد باي دي إكس بواحد. تاني يبقى احنا عملنا ايه؟ استخدمنا التعويضه الاولانيه قبل ما نعوض، قسمنا المعادله على واي ان، خلينا الكيو مفيش جنبها حاجه، بعد كده حطينا واحد على واي ان ناقص واحد بزد، خلينا المعادله كلها بزد. اتفرجنا بقى على شكل المعادله اللي هي في اخر سطر خالص ده، اهي لقينا ان المعادله دي لينير، بس انا هعمل ايه؟ هضرب المعادله سالب ان ناقص ان ناقص واحد ده، اهي بصوا شايفين دي، اضرب في عكسها عشان اخلي معامل المعادله دي بواحد بتاع دي زد باي دي اكس، يبقى هضرب المعادله في سالب ان ناقص واحد، او هي نفسها يا ولاد لو دخلت سالب جوه واحد ناقص ان، يبقى انا هضرب المعادله في واحد ناقص ان، يلا يبقى دي زد باي دي اكس زائد واحد ناقص ان في بي في زد تساوي واحد ناقص ان في كيو اوف اكس. هتلاقي المعادله دي لينير، دي في اكسات بس ودي كمان في اكسات بس، يبقى الانتجريتنج فاكتور اي اس تكامل اللي جنب الزد نكامله بالنسبه لاكس، وبعد ما نجيب الاي يبقى ان انت بتحل المعادله في زد، يبقى واحد على اي تكامل الاي في ايه؟ في اللي الناحيه اليمين، هل هو كيو بس؟ لا، ده واحد ناقص ان في كيو اوف اكس دي اكس زائد خلاص. ترجع بقى لايه؟ لاصل المساله، انت كنت حاطط الزد اصلا بكام؟ واحد على واي اس ان ناقص واحد، هي يا ولاد لو كتبتها كده واي اس سالب واحد ناقص، تمام؟ ان انت ممكن تطلعها باس سالب زي ما سوري واحد ناقص، تمام؟ ده اللي هو الاثبات بتاعك. يبقى الاثبات معتمد على ايه؟ تعويضه، والتعويضه دي ودتني لفورمه اللينير، واستخدمت بقى ايه؟ فورمه الحل بتاعت اللينير على طول، طلع لي اللي انا عايزه. طيب تعالوا ناخد بقى مثال، اخر مثال في المحاضره دي. ممكن ناخد مثالين بحيث الايه الجزء ده تهضموه كويس. ادي المثال الاول،
اكس دي واي باي دي اكس زائد واي تساوي واي تربيع على اكس. احنا بقى عايزين نحل المعادلة دي، فقال لك ايه؟ اول حاجة دي واي باي دي اكس نخلي المعامل بتاعها بواحد، فاحنا هنقسم المعادلة divide الايكويشن باي الاكس، بقسم الاطراف كلها، يبقى دي دي واي باي دي اكس زائد ها واحد على اكس واي تساوي الجهه اللي في الايه اللي هي الليفت، تمام؟ هنقسمها على اكس، والرايت بقسمه على اكس تبقى واي تربيع على اكس تربيع. حلو قوي. قال لك ايه؟ معامل دي واي واي دي اكس بواحد، تمام؟ هنا حاجات فيها اكس بس بسميها بي مضروبه في واي. طب وهنا في الطرف اليمين، ما هو الطرف اليمين ده ولاد كانه ايه، بصوا ممكن افكه كده، واحد على اكس تربيع واي تربيع. ايه ده؟ حاجات برضو فيها اكس بس هنا المره دي مضروبه في واي تربيع. ايه ده؟ يبقى دي كان بي لينير. ان في الحاله دي بكام؟ ان في الحاله ده ايه، ببص للاس بتاع الواي يبقى ان باتنين. يبقى اي حاجه هتقابلك هتتضرب في سالب واحد. واحد ناقص ان هنا هتبقى بسالب واحد. تمام؟ طيب يبقى فورمه الحل، قبل ما اكتب فورمه الحل اجيب الانتجريتنج فاكتور. اي اس تكامل البي على طول، قال لك لا في واحد ناقص ان، قلنا واحد ناقص ان اللي هي سالب واحد، والبي بتاعتك بواحد على اكس، تكامل واحد على اكس لان اكس قلنا ممكن يلعب شاء الله بس فوق، يبقى دي كانها اكس اس سالب واحد اللي هي واحد على. طيب جبنا الانتجريتنج فاكتور، يبقى هتحل بجيب الواي؟ لا، قال لك واي اس 1 ناقص ان، تعالوا نكتب الفورم، 1 على اي تكامل الاي في 1 ناقص ان في الكيوب زائد زائد، يبقى الواي بتاعته 1 ناقص ان اللي هي بكام؟ سالب 1، 1 على الاي جبناه، 1 على اكس، في ناس على طول بقى ايه هتطلعه فوق، تكامل الاي بتاعتك في الكيوب سالب واحد. الكيوب كام؟ الكيوب بتاعتك بواحد على اكس تربيع. ده هيبقى من هنا دي كأنها اكس سالب تكامل واحد على اكس تكعيب، دي كأنها اكس اس سالب تلاتة دي اكس زائد. ده بجيب مين؟ واي اس سالب واحد، او ناس بتحب تكتبها واحد على واي، مش هتفرق. ده الجنرال سوليوشن بتاعك، بس ناقصه مين بس؟ قلنا التكامل، هروح اخده لوحده احسبه اكس اس سالب 3. ده بعمل ايه في التكامل؟ بزود الاس واحد واقسم على الاس جديد. خد الجميل ده حطه مكانه، اداك الجنرال ايه؟ سوليوشن بتاعه. تمام؟ طيب اخر واحده بقى هتحلوها ايه؟ هوم ورك. وعلى فكره هي موجود حلها في الورق كامل، يعني دي اخر مساله في الايه في الورق. بيقول لي سولف دي بص يا ولاد، انتوا اول ما تشوفوا المعادله بالمنظر ده، دي واي باي دي اكس جنبها اكسات، واي جنبها اكسات، والناحيه الثانيه واي تكعيب وجنبها اكسات برضه، فانت هتعمل ايه؟ قال لك اول حاجه تخلي معامل دي واي باي دي اكس بواحد وتتفرج. وبعدين بعد كده دي حاجة من اتنين، يا لينير يا كان بي لينير.
ارجع بص للطرف اليمين، ايه ده لقيت فيه ايه؟ واي تكعيب اهي، ان ايه ده؟ يبقى دي كان بي لينيا. ليه؟ ده كنا بنسميه بالإشارة بتاعته، هتنسى بي، وده كنا بنسميه كيو. وتحط بقى ايه، تحل الحل بتاعك، بس وانت بتحل بتجيب واي اس ايه، لان دي ان تساوي 3، يبقى 1 ناقص ان بكام؟ بسالب 2، يبقى بجيب الانتجريتنج فاكتور بتاعي اي اس تكامل البي بس مضروب في سالب 2. خد بالك البي بينحط بالإشارة بتاعته، هو بسالب 2 اكس زائد 1 على اكس تربيع، فالسالب يطلع يبقى ده 2 اكس على 1 زائد اكس تربيع. طيب برضو هتلاقي ايه وانت بتحل؟ بتجيب الواي اس سالب 2، 1 على اي، تكامل الاي في الكيو بس، لا مضروب في سالب 2 زائد الايه؟ خلاص فانت عندك الاي جي هتجيبها تمام، وهتضربها في الايه، في الكيو، وتكامل زائد الثابت يطلع لك واي اس سالب 2، او ناس بتحب تكتبها كده 1 على واي تربيع. المساله دي محلوله في الورق، اخر مساله خالص. انا كده خلصت، المره الجايه ان شاء الله زي ما اتفقنا هنراجع الايه، هنراجع الحالات كده سريعا في الاول، وبعدين ناخد اللي هي الطريقه الايه الجديد